ما قلتيش يعني انك يوم الحادث كنت سهرانه مع الباشمهندس نديم. اتلخبطت من كتر الخضه اللي انا فيها، نسيت كل حاجه. ودي حاجه تتنسي برضو؟ يوميها انا كنت سهرانه. يوميها كنت مع تامر، وتحريات المباحث بتقول انك خرجتي مع المجني عليه. هو خلاص بقى مجني عليه؟ والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده. انا اللي مجني عليا هنا. ما هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله. اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي، وفي فواتير وشهود بكده. وفي شهود برضه بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر، وانكم خرجتوا مع بعض ورحت مع بيته. ما حصلش، كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا. لما تجيبوا ست محترمه من بيتها وتقبضوا عليها يبقى ظلم وافترا كمان. طب يا ستي، عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافترا، هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي، وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك.